في اوقات كتير جدا بتمر في حياتك، سواء كان على المستوى الانساني او حياتك العامه، يعني بتمر بمراحل كويسه فيها فرحه وفيها بهجه وفيها انتصار وفيها سعاده وفيها اهداف بتتحقق، وفي مراحل تانية بتمر بيك ما بيبقاش فيها توفيق او فيها نوع من عدم احرازك لاهدافك او الاشياء اللي انت بتسعى ليها. يعني في ناس كتير جدا بتاخد من الانتصار وبتقف وما بتكملش، وفي ناس كتير جدا بتاخد من الانكسار وبتقع وما بتكملش. ده النتيجة بتاعته بتبقى واحدة، وده النتيجة بتاعته بتبقى واحدة، مع ان سبحان الله ده ممكن يبقى فيه انتصار وده بيبقى فيه انكسار، بس واحد طموحه بيبقى قليل قوي فبيقف عند الحاجة اللي انتصر فيها وانتهى الامر بالنسبة له كده وخلاص. يعني سواء حتى وانت لعيب، يعني ممكن تحقق حاجة معينة من الشهرة والنجومية والماديات وبعد كده تلاقي نفسك مش قادر بقى تكمل، يعني شخصيتك بتقف عند الحتة ديت فبتستكفى يعني. وفي فرق شاسع ما بين الرضا والطموح، بتبقى راضي جدا بكل اللي بيكتبه لك ربنا سبحانه وتعالى لان انت بتسعى وبتاخد بالاسباب فبترضى باللي يكتبه لك ربنا سبحانه وتعالى، لكن في كمان في طموح، يعني ده مش معارض لله على فكره، يعني طالما انت بتشتغل وبتأدي وربنا بيكاتب لك حاجه معينه فبترضى بيها، وواحد تاني بيشتغل وبيأدي وكل ما يوصل لهدف عايز يحقق حاجه تانية وحاجه اكبر، فده الطموح اللي انا اقصده. فعايز اقول يعني في اوقات كتير جدا بتمر على حياتك بتبقى بدايه لانطلاقه او بدايه لحاجه كويسه، بس المهم ان انت تقف صح، او ان انت تحدد الاهداف صح، وان انت تقيم صح، وان انت تبقى واقف على يعني ارض مظبوطه باختيار مظبوط بتقدير مظبوط برؤيه مستقبليه مظبوطه. يعني مباراه الامس، مباراه الاهلي والترجي امبارح، وكان معانا هنا في الاستوديو كان معانا كابتننا كابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني وكابتن محمد حشيش، اجمعنا كلنا يعني في اوقات ما ينفعش تقول غير اللي انت شايفه، في اوقات ما ينفعش تقول غير اللي انت شايفه، وكتير من الاوقات ما ينفعش تقول غير ده. يعني في اوقات ممكن تجامل سنه حتى لو في فرقه مش مصريه او اسف فرقه مصريه بتلعب فرقه مش مصريه ممكن تجامل سنه، ممكن يعني تبقى متعاطف سنه، لكن في النهايه قدامك شاشه لازم تقول اللي قدامك ده اللي انت شايفه لان الجميع شايفه العالم شايفه، فلازم تقول اللي انت قدامك او تقول اللي انت شايفه ده. مباراه الامس بغض النظر عن الاحداث اللي بره او اللي حصل حتى في الاتوبيس وتكسير الاتوبيس او اصابه هشام محمد، لكن داخل الملعب الاهلي لم يقدم المردود اللي يفوز بيه ببطوله افريقيا. يعني الفنيات ممكن نقف عندها، الراجل تغييراته تشكيلته بدايته نهايته تقسيمه المباراه اختيار عنصر على حساب عنصر كل ده وارد في الكوره، لكن اكتر حاجه وجعتني امبارح هي الروح القتاليه بتاعت الاهلي، مش موجوده، ما كانتش موجوده. يعني ده اللي انا بحاسبك عليه وده اللي احنا متميزين بيه طول عمرنا، هي دي اللي بتفرقنا عن اي حد. انا ما حسيتهاش في التحامات، ما حسيتهاش في اشتراكات، ما حسيتهاش في حتى بعد الهدف الاول ولا الهدف الثاني ولا الهدف الثالث. هي اكتر مباراه الاهلي كان عنده فرص فيها قبل ما تبدا واثناء المباراه وبعد الهدف الاول وبعد الهدف الثاني وبعد الهدف الثالث. يعني قبل ما يبدا اللقاء انت رايح بافضليه، واثناء اللقاء انت احسن شويه تنظيميا لحد الدقيقه 30 او الدقيقه 35 او الدقيقه 40 انت احسن، يعني انت شكلك احسن، مفيش خطوره هنا ومفيش خطوره هنا، لحد الدقيقه 40 لا في خطوره على محمد الشناوي ولا في خطوره على معز الدين بن شرفيه. بعد الجون الاول ليه الانهيار ده؟ ليه الشخصيه بتاعت الاهلي ما رجعتش مره ثانيه؟ يعني حتى بعد الجول الاول ممكن ارجع بهدف ثاني، بعد الجول الثاني ممكن ارجع بهدف، كل ده يديني افضليه الكاس، حتى بعد الهدف الثالث ممكن ارجع واخش في ضربات جزاء، لكن هي دي الكوره او هي دي عالم كره القدم اللي ممكن تشوف فيها ايام بتبقى صعبه جدا جدا جدا. مبروك للترجي 90 دقيقه كانوا بعد الهدف الاول الاكثر بقى ثقه ورؤيه وانقضاض واشتراكات والتحامات ورغبه، يعني وحط تحت رغبه دي 100 خط اكثر رغبه، يعني كانت اول مره بيننا وبين الترجي يبقى رغبتهم اعلى مننا، رغبتهم اعلى مننا. طيب مباراه امبارح يعني مباراه امبارح هي بتاعت امبارح خلاص، لا هتقدر ترجعها ولا هتقدر تتكلم فيها ولا هتقدر تعمل سيناريو من جديد عشان تعمل حاجه افضل، خلاص خلصت. انت